صباح الخير. صباح الخير رشا، كيفك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله على طول صباحاتك خير يا سلمى، لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد وبداية جديدة، تمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل كل شيء بتحبوه بحياتكم، الصحة، السلامة، الرزق الكريم، ودائما راحة البال هي الأهم يا سلمى. بشعر أنه دائما إذا كان بالنا مرتاح نحن قادرين نعمل أي شيء بحياتنا. يسعد صباحك ومشوارنا أكيد بيحلى بوجودك ووجود مشاهدينا. إن شاء الله يا رب هذا النهار يكون خير عليكم. شكرا لك رشا، صباح الخير لك، صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد وحلقة جديدة، طبعا مواضيع متعددة رح تكون ضمن فقراتنا الصباحية مع ضيوفنا الاختصاصيين وتقارير من المحافظات السورية، ولكن مثل العادة نتمنى هالنهار يحمل فيه شوية تفاؤل وأمل لكم. خلينا نروح لفاصل ونبلش محطاتنا لليوم. وأول ما قبل ما نروح لأول فقراتنا لليوم ونستقبل ضيفنا، خلونا نروح ضمن هل تعلم ونتعرف على معلومات جديدة ضمن صباحنا لليوم. شخصان لا يستطيعان النظر إلى عينيك مباشرة، من يحاول إخفاء كذبة ومن يحاول إخفاء حبه. الإنسان قبل أن يودع الحياة بأربعين يوماً تبدو تصرفاته غريبة ويقل اهتمامه بذاته ويصبح أكثر حنيناً لأقاربه وأصدقائه. عندما يأتيك شعور غريب وغير طبيعي بأن هناك شيئاً ما سيحدث، عليك ألا تتجاهله وأن تتعامل معه بجدية، لأن الإنسان لديه غريزة فطرية تنبهه قبل اقتراب الخطر. أربعة أشياء في حياتك لا تكسرها: الثقة، الوعد، الصداقة، القلب، لأنها حين تنكسر لا تصدر صوتاً ولكنها تحدث الكثير من الألم. الإنسان عندما يبدأ بالأنين أثناء النوم فهذا يعني أنه يرى في الحلم أشياء تفوق ضغط عقله، بحيث يبدأ الجسم بإخراج تلك الأصوات لتخفيف الضغط. رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، رح نحكي فيها بخصوص التنقل بين الوظائف. كثير من الأشخاص بيعتبروا هاي الخطوة خطوة صعبة كثير، أو ممكن أنه هي تزعزع ثقتهم بنفسهم، وبعض الأشخاص بيعتبروها زيادة خبرة وخصوصاً لما بيتنقلوا بين مجالات مختلفة. أكيد يا سلمى، هلأ أنا من الأشخاص إذا شغلي ما بحبها ما فيني أشتغلها، قد ما كانت المغريات المادية كتير بحس أنه إذا ما عندي شغف فيها ما رح أنجح فيها. ولكن اليوم ضروري نحن نتعرف على مهارات جديدة بحياتنا، نطور مهاراتنا، نكتسب ثقافات أخرى من ضمن مجال مهني جديد. اليوم ضمن صباحنا رح نتعرف نحن كيف قادرين نختار أو ننتقل من وظيفة إلى أخرى ضمن خطوات مدروسة تضمن لأن الإتقان، تضمن لأن تنمية المهارات. هدول المعلومات وغيرهم حيعرفنا عنهم ضيفنا لليوم وهو مدرب التنمية البشرية سليم الكسم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ. يسعد صباحكم، تحياتي، الله يعطيك العافية. يا هلا، صباح الخير استاذ سليم. خلينا نبلش اليوم. ممكن كثير اشخاص بيعتبروا انه مرحلة التجديد او تغيير الوظيفة هي مرحلة صعبة. نعم. وممكن تكون اتخاذ القرار فيها مخيف جدا، ولكن احيانا في ناس بيضطروا ظروفهم انه هن يغيروا وظيفتهم او يغيروا بيئة العمل. شو رأيك بهي الخطوة بالبداية؟ أول شغل الخطوة هي بالنسبة لكثير ناس هي مخيفة كثير. هل هي بنفس مقدار خوفها؟ لا. هل مثل ما هي مهولة؟ لا. بنفس الوقت اثنين، في كثير ناس برأيهم أنه إذا غيرت وظيفتك أو إذا غيرت الشفت كارير تبعك، أنت عم تشتغل بمجال رحت لمجال ثاني، كثير من الناس بيقولوا أنه حياتك حتتغير وتتحسن وتتطور كمان. لا. يعني لك الاوفر بالطرفين كثير مشكله. تمام، في طريقه معينه، في تكنيك معين لازم اذا انا بدي انتقل اخده او اشتغل عليه، هون بيكون القرار اصوب ما يمكن. هل في تخصص مريح 100%؟ لا. أكيد. هل في تخصص ما فيه اي عيوب؟ لا. هل في شغل بالدنيا عود بالبيت ونجيب لك مصاري؟ ما في هيك شيء، يا ريت. فتماما يا ريت. فالفكره الاساسيه، الفكره وين؟ موضوع الشغف اللي تفضلتي فيه حضرتك هو النصيحة الأولى والأساسية والأهم. إذا أنت بدك تأخذ قرارك بناء على عاطفة وبس، أنا مالي حابب شغلي، أنا بشتغل أي شيء بس هذا الشغل لا، وقف القرار حكما غلط. متى ما كان القرار انفعالي عاطفي ففي مشكلة يعني أنا عم بحكي عن قرار انفعالي عاطفي بشغلة مهنية، فهون في كثير مصيبة. لا تأخذ هذا القرار لما بيكون في عندك مشكلة بشغلك، مشكلة مع حدا، مشكلة مع مديرك، مشكلة مع زملائك، أنت أي حالة عاطفية
قرارك بهذا اللحظة قرار مشوش وغير صحيح. طيب هل ممكن أخذ قرار؟ طبعا ممكن أخذ القرار. إمتى بأخذ القرار أو إمتى في مؤشرات أنه أنا أطلع من هذا المكان قبل ما أفوت على مكان تاني؟ إمتى بطلع من، خليني أقول أول شيء طبعا خلينا نفرق بين نوعين من الانتقال. انتقال أنا بنفس الوظيفة بنفس الشغل بس بنتقل من مكان لمكان. أنا صلي موظف في هي شركة 3 سنين، موظف مدير مبيعات، حأنتقل صير مدير مبيعات بشركة تانية. إمتى بقول هذا القرار صح؟ تمام؟ وإمتى أنا كنت بشتغل بالمبيعات حروح انتقل للمونتاج؟ أنا كنت بشتغل مونتاج إمتى حأشتغل برمجة؟ تمام؟ وكثير من الناس أحياناً بيهتموا برأي الناس أو برأي، تمام؟ استشير، المشاورة كثير جيدة. فأول نقطة أهم شغلة إمتى بطلع أنا من مكاني؟ أول نقطة لما بتشوف مكان ما عاد يسمعك. المكان ما عاد سمعك أبداً، تمام؟ فغالبا انت بتكون فتت بمرحله الاحتراق الوظيفي، تبع انا بلشت يا جماعه شو رايكم نعمل هيك، شو رايكم نساوي هيك، خليك بشغلك، تمام؟ انت ما لك علاقه بهي الشغله، متى ما عاد سمعوك فانت عمليا صرت اسف، فتت بمرحله احتراق وظيفي، انت صرت مثلك مثل اي شيء بالمكان. هون مؤشر كثير جيد انك تطلع منه. رقم اثنين، اذا بلشت تسال يعني صرت انت تشتغل على يعني انت عم تشتغل وعم تقول له انا يا جماعه عم بشتغل زياده 1 2 3 4 5، لا في زيادة بالتقدير، لا في زيادة بالراتب، لا في زيادة بالمنصب، فهو مؤشر انك تطلع من هذا المكان، تمام؟ ثلاثة وهو الأهم، انه انا لما بجي فكرة الشغف هل هي جيدة؟ ايه، فكرة الشغف انا مواهبي ومهاراتي، ما بروح للجانب العاطفي، بروح للجانب المهاراتي والمهني تبعي. انا هل عم بستعمل مهاراتي؟ انا حدا متحدث، ايه بس حاطيني محاسب. انت كل يوم حتفيق الصبح من فرشتك وتروح على شغلك وانت مزعوج لانك انت متحدث وانت حاطط بشغلك. انا فظيع بالارقام، ايه وعم يشغلوني والله بالتسويق. انا كل اي مهاره موجوده عندك وانت ادرى بحالك. طبعا هون بشق المهارات، اياك تستشير حدا، اياك تسمع كلمه حدا، لانه ما حدا بيعرف الشخص ومهاراته. الناس بتشوف المهارات اللي احنا عم نستخدمها مو اللي احنا بنملكها، تمام؟ فاللي بنستخدمه غير اللي بنملكه، وكثير وهذا شيء شائع جدا بيناتنا. هدول المؤشرات انا كثير لازم اعرفهم، اذا كانوا موجودين عندي فانا لازم اطلع من هذا المكان، اطلع من هذا المكان، يا بضل بنفس المجال او بطلع لمجال ثاني. ايه بضل بنفس المجال؟ اذا كان المجال بالنسبه لي ما له مزعج، اذا كان المجال بالنسبه لي انا شايف في افق، انا بعرف في شغلات جديده، انا حاطط ببالي، انا مرسوم رؤيه عندي. يعني اي حدا بيشتغل بمجال، انت بتشتغل ببقاليه، هل البقاليه اترك البقاليه وروح انتقل لمشروع ثاني؟ لا، اذا انت حاطط ببالك انا عم تحكيني عن البقاليه انا حاعمل فيها، بعدين حنجيب باركود وحنعمل البقاليه سوبر ماركت، وبعدين حجيب كذا وكذا وكذا، فانت عندك رؤيه بهذا الخط، اوعك تتركه. انا عم بشتغل والله محاسب، بس انا بعد فتره رح اعمل كذا، رح نزل برنامج محاسبه، رح استلم 5 قراني. في عندك رؤيه بهذا الخط، اياك تتركه. بدل مكانك لا تبدل خطك. هلا اذا بهذا الخط انت مالك شايف رؤيه، وبرجع بقول ما في عمهنه ولا مهنه سيئه ولا مهنه ما بتطالع مصاري، بس اذا انت مالك شايفها بتطالع مصاري فاتركها. اذا انت مالك شايفها لها مستقبل، لها سمعه، لها مكانه بين الناس. هون نرجع لنقطة مهمة، هي القيم الشخصية، أنا كيف بقيم الأشياء. كل حدا مختلف عن الثاني، يمكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض بنفس المكتب بنفس القرنة، هاد بنقول له اطلع وهاد بنقول له لا تطلع. السبب بالنسبة له قيمه العليا لهاد هو الراحة، هو إنه أنا اشتغل مع ناس بيحبوني، تمام؟ فإيه كان بيحبك وأنت متعود عليه، لا تطلع خليك، تمام؟ وأنت مرتاح مالياً، مرتاح مادياً، فخليك بأرضك. الشخص الثاني لا، القيمة العليا عنده هي خليني أقول التقدير، القيمة العليا عنده هي وبشوف التقدير هو مال وهو سمعة وهو منصب، إيه أوكي، فأنت طلع من هذا المكان حتروح لقرنة ثانية فيها تقدير أكثر وهيك. هي هذا التكنيك الأساسي. الأهم من كل هاد قبل ما تطلع، طب لازم دائما نحن كلياتنا بنرمي الحمل على غيرنا، يعني إحنا من فهم. أنت كشخص شو لازم تتصرف قبل ما تطلع؟ لازم بسنوات شغلك، وهذا طبعا كلام عام، ما تكون عم تشتغل على قد راتبك، ما تكون عم تشتغل بالحد الأدنى، ما تكون مقبول عند مديرك، ما يكون عاجبك مديرك، لا عاجبه مديرك شغلك، لا أنت تكون مستحق لهذا المكان وعم تشتغل أكثر من شغلك. بتى ما كنت عم تشتغل أكثر من شغلك حتصير أكبر من منصبك، أكبر من مكانك، عم تشتغل عم تطالع للشركة أكثر من راتبك. هون أول شغلة حتكون أنت كثير قوي، انت بصراحه حيكون المكان عليك استحقاق، ماله منصب، يعني مو والله هن حاطينك هون، فانت تستحق وتستحق اعلى.
بدل ما كنت تستحق اعلى فئه. في كثير من الناس بيقول لك انا والله لقيت ما في تقدير بالشغل فانا عم بشتغل لهم بالحد الادنى، انا عم بشتغل لهم على قد الراتب، انا عم داوم لهم، انا عم ساوي لهم، انا خلصت لك التقرير استاذ. بدل ما كنت انا عم سلم وامشي فانا للاسف عم ضر حالي، عم باذي حالي بشغله كثير خطيره، عم بضرب سكاكين لحالي حرفيا. انه مهاراتي عم تنزل، خبراتي عم تنزل، للاسف الناس شايفين شغلي وعم يقيموا عملي بهذا المكان. حتى لو انتقلت انا بالنسبه للناس انا هذا حجمي، انا والله حاطيني اخي بمنصب بس محاسب، انا بشتغل بس محاسب، بس انا عندي قدره على التحليل المالي، حلل ماليا. يعني انا والله حاطيني بس صمم لهم بوستات، بس اخي انا ما عم بتدخل بصيغه البوست، صيغه الكتابه على السوشيال ميديا. انت بتعرف تكتب ومحترف، تدخل ادلي بدلوك، كبر حالك، كون اكبر من المكان اللي انت عم تشتغل فيه. ليش انا لازم اكون اكبر من المكان اللي عم اشتغل فيه؟ لانه مشان تكونوا بالصوره. اي مجال بالدنيا، وهذا كلام اي حدا بيعرفه، اي مجال بالدنيا مجال كثير صغير او الناس اللي موجودين فيه قلال. طبعا انت بتفوت اول ما تفوت مثلا على سوق المطابع بتلاقي كل الدنيا مطابع، بعد تقريبا سنتين او ثلاثه بتعرف انه هن 10 15 واحد. بس فوت على سوق الالبسه مثلا بتلاقي انه يا لطيف شو في محلات البسه بالبلد، بعدين بتعرف انه كل هاي المحلات وراها 20 25 واحد 30 واحد اللي هو. فالاسواق قليله او ناسها قلال، فبالتالي انت لما بتشتغل على حالك بتقوي حالك بمكانك اكبر من حجمك، انت انشفت من كل السوق، تمام؟ انت انعرفت بكل السوق، فهون بصير بيجيك فرص اعلى. هذا اول نقطه، بحيث انك انت اذا بدك تنقل للرنه الثانيه. هلا كيف انا اختار المكان اللي بدي انتقل له، تمام؟ سواء كنت بدي انتقل بنفس المجال او اذا بدي غير مجالي كاملا. طبعا انت بغير مجالي كاملا لما انا المجال تبعي قلنا ما عندي رؤيه فيه، انا مالي شايف حالي، واحد تماما. اثنين، انا كل يوم عم في الصبح عم بتخانق مع مواهبي ومهاراتي، انا الله عاطيني مواهب معينه فانا ما عم يستخدموها بشغلي. طبعا برجع بقول سواء عطوني مصاري او لا، وبرجع بقول لك الناس ما بتعرف مواهبك الموجوده، لانه هي مواهبك، هي هبه من الله. بس احيانا استاذ سليم الفرصه ما يعني ما بتنعطى للاشخاص، بيكون عندك موهبه، بيكون عندك قدرات ممكن انك انت تعبر عن ذاتك من خلالها، ولكن الفرصه يعني ما ممكن تتوجه لك. بضمن سوق العمل دائما نحن بمجال عملنا قادرين نكشف مهاراتنا وقادرين نحن نعرف توجهنا، ولكن اليوم انا اذا بدي روح لعمل جديد يعني انا رايحه للمجهول، انا يعني عندي سي في لكن مثل ما بيقولوا انت من برا اللي جوا شيء ثاني، يعني 100% في معايير، وحتى بتكون سيفيتك بمجال وبترتيب وانت رايحه لقرنة ثانيه صفر فيها تماما. فانت هون يمكن حتى يكون في احيانا بيقول الناس اشخاص عندهم سنين عشرات السنين خبره بيروح لقرنة صفر خبرته بالمجال الثاني. في معايير اليوم نحن لازم ننتبه عليها، نعم، نتقيد فيها. هل اليوم مرتبط موضوع الشغف والمادي بالنقل الجديد؟ 100%. هلا ثلاث معايير اساسيه. الشغف، هل انا اذا بحب الفرع او لا، او بحب المكان او لا، او بحب المجال او لا، هل هو ايه؟ بس هو له فقط 20% من السيره، يعني هو له مكانه بس مو هو، تمام؟ اثنين، هو الفرصه، قديش في فرص بهذا المجال؟ يعني انا بشتغل بمكان معين، انا والله بالريف، ونحن عندنا بالريف اذا فتحت منحله فالملاحل موجوده عندنا كثير، ففي فرصه كثير كبيره، فالفرصه بتاخذ 40% من الموضوع، تمام؟ وال 40% الثالثه انا بعرف ولا ما بعرف؟ المعرفة تبعي والمهارة تبعي، تمام؟ الـ KSA هي الـ Knowledge والـ Skills والـ Attitude، التوجهات تبعاتي. فأنا هل أنا يا ترى هذا الموضوع اللي أنا بدي أشتغله هو ينطبق مع رسالتي؟ أنا بالنسبة لي كل حدا عمل، يعني ناخذ مثال كثير بسيط، لا تهتموا شو العمل، هو شو رسالته بالنسبة لكم. يقال إنه كان في واحد عم يلم براغي، فقال له واحد، قال له أنت بتشتغل بيخلوك ترم براغي، أنت بتشتغل زبال بالمطار؟ قال له لا، قال له انا بطور سياحه البلد. قال له انت عم تلم براغي؟ قال له انا بلم براغي للطيارات، فهن بيعملوا صيانه للطيارات، فانا بطور سياحه البلد. هو بالنسبه له عمله فيه رساله كثير عظيمه. برجع بقول رسالتنا لا ترتبط باي شخص ثاني. يمكن انا بكون بحارتي عم بشتغل والله بسكليتاتي، بس انا بالنسبه لي عم سهل حياه الناس ومبسوط ومرتاح. فقال رساله بالنسبه لي هي مؤشر كثير كبير. إذا أنا لاقي رسالتي بمكان تاني، هلأ كيف بنتقل؟ أول شغلة النصيحة، لا تحرق سفنك ومراكبك، لا تروح تقول لهم أنا تارك الشغل لو شو ما بدي أشتغل لو مدري شو. نفس الشيء الشباب اللي بالبلد، طبعا أنه أنا أخي
اخي انا بروح على المانيا بغسل صحون، طب والله عندنا صحون بس شو رايك تغسلهم؟ عرفت شلون؟ اللي بدك تساوي او في ناس حتى صحون ما عم يصير لها. تماما، الفكره الاساسيه انه لا تحرق مراكبك كلها، لا تروح تغامر بكل شيء. انا كب كل تاريخي اللي انا اشتغلت عليه، هلا ممكن اعطله ممكن اجله، فانا اذا بدي انتقل اول نقطه ان كان فيك تاخذ اجازه 10 ايام 15 يوم تجرب الانتقال وتجرب الشغل، تمام؟ اول نقطه. اثنين، اذا فيك حتى تمشي اثنين مع بعض، كثير من الشباب حتى طبعا حنحكي عن الموضوع، انا موظف بدي افتح مشروعي، لا توقف الوظيفه وتفتح مشروعك، حاول تمشيهم الاثنين مع بعض. طبعا دائما انا خليني اقول الشغل اللي عم بشتغله هو عم يعمل لي حياتي، عم يعمل لي متطلبات حياتي، والشغل الجديد حيتعبني، ايه حيتعبني، بس شغفي للتجربه حيخليني انا عندي هي الطاقه، تمام؟ وحيخليني عندي هي الطاقه يجدد لي هون. يمكن انت القرنه اللي رايح لها، سواء بدك تغير شغلك، سواء تغير وظيفتك بمجالك او غير مجالك، يمكن تلاقي المكان أسوأ، يمكن تلاقي المكان مو مناسب، يمكن على الفرصة تماما الأولى. فترجع تقول كتر خيره، ما تعرف خيره لتجرب غيره. بس استاذ سليم، احيانا في ناس بتخاف من فكره فقدان الامان والاستقرار الوظيفي، يعني بيقول لك اللي بعرفه احسن من اللي بدي اتعرف عليه، بس هذا بعرف علاته وتاقلمت معه. بالضبط، لانه الانسان بطبيعته بيتاقلم. نعم. مع لما بيتاقلم مع شيء ما بحب فورا انه يتركه. كمان هي فكرة يمكن بتعيق كتير من الأشخاص أنه هن يتنقلوا من مكان لمكان. 100%. أول شيء حعلق على كلمة استقرار وظيفي، تمام؟ كلمتين متناقضتين، تمام؟ ما في فيهم مغالطة منطقية. هي الوظيفة، يعني أنا موظف عند حدا، فاستقرار وظيفي ما بيجتمع، ما في استقرار وظيفي. ليس هناك موظف اندفن ناح مديره أو مديره مثلا عاش هو وياه، حكما يوما ما ستترك الوظيفه. فلازم تتجهز لهذا الموضوع. ففكره كلمه استقرار وظيفي رجاء انفوها، تمام؟ هي نكته بيقولوا الاتش ار للموظفين ليستثمرون اطول فتره ممكنه. الامان الوظيفي، امان واستقرار وظيفي هذا مرفوض. يعني استقرار وظيفه ما في، الاستقرار هو مشروع شخصي، تمام؟ الوظيفه هي متغيره، فاي على عيني وراسي. فنحن اصلا الوظيفه هي جزء من سلم انا عم بطلع عليه، فهو انا حاشتغل 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، اللي هو بعدين رح أطلع بهذا الموضوع. هي أول نقطة. ثاني نقطة وهي فكرة الخوف، كتير مهم أنا أعرف شغلة، المكان اللي أنا رايح له، إيه صح أنا خايف منه، وصح هو يعني هو بالنسبة لي مكان مجهول، تمام؟ بس المشكلة الكبرى حتى إنه أنا مزعوج، يعني مثل ما بقول اللي بتعرفه أحسن متعرف عليه، أنا مزعوج من 1، 2، 3، 4، 5، 6. للأسف أول ما منغير مكاننا، تمام، 50، 60، 70 ليست تطول. ايه انا اول ما بروح بيكون عندي في شيء اسمه انحياز توكيدي، للاسف بقارن اسوأ ما بشغلي القديم باحسن ما بشغلي الجديد. وكثير من الناس بيقول لك انا كان راتبي سيء هون البيئه مرتاحه. طب والراتب؟ الراتب ما تغير كثير. لا، قارن الراتب بالراتب، قارن البيئه بالبيئه، قارن صحيح. الناس بالناس، قارن المهارات بمهارات، ما بيصير تقارن. للاسف كل الشباب اول ما بده يغير بيقول لك اخي وين كنا وين صرنا، وخاصه باول شهرين. بعد 7 شهور 8 شهور بيرجع بيشوف نفس المطبات، نفس المشاكل، بل أضيف عليها. طبعا برجع بقول هذا برأيي أنا شخصيا نابع كله من الشخص الأولاني، من الشيء الأساسي اللي أنا بشتغل يعني. أنا عم بشتغل بالحد الأدنى. بس تشتغل أنت مو بالحد الأدنى أكبر منك، تمام؟ أنت مو عم تشتغل باللي عم يعطوك يا، باللي مسلمينك يا، بالمهام. أنت مو همك يرضى بس المدير، لا، انا همي يرضى المدير وطور عملي. انا عم بتعامل مع هاي المؤسسه، مع هذا المكان، على انه هو مكاني الشخصي. متى ما تعاملت معه لانه مكانك الشخصي، غالبا انت ما بتطلع من وظيفه لوظيفه. طيب هون في نقطه، بتطلع من وظيفه لمشروعك الشخصي. هون في نقطه كثير مهمه ذكرتها استاذ، يعني نحن حكينا عن الاشخاص اللي دائما عندهم حذر بالانتقال من وظيفه لاخرى، خطوات، معايير بيدرسوها قبل ما يروحوا عليها. نعم. ولكن في عندنا اشخاص قالوا بيقول لك انا اليوم عم اشتغل بالمؤسسه الفلانيه، بتقلب اسبوعا بيقول لك انا انتقلت لعمل جديد. نعم. في تقلبات كثير بحياتهم الوظيفيه. اليوم في سلبيات لهي القصة أو في إيجابيات، شو رأيك؟ هلا 100%، النقال ماله شغال، تمام؟ النقال ماله شغال، بيقولوا من كثرة كاراته قلت باراته. أحياناً تتنقل كثير بين أراني، قد يظهر للناس إنك أنت كثير تنقلت، تمام؟ أحياناً أنت ما بتكون تنقلت، أنت بتكون عم تشتغل نفس الشغلة. يعني مرحبا يا فلان، شو بتشتغل؟ والله أنا اليوم عم بشتغل بيع مواد سنية. إيه بعد جمعة شو؟ والله عم بشتغل بيع ألبسة. بعد جمعتين شو؟ والله عم بشتغل بيع 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 بسكوت ومسكة. هو عمليا ما غير عمله، هو لساته عم يشتغل مبيعات بكذا قرنة بس بكذا مجال. خليني اقول هلا هون اول شغله عم يضعف حاله شخصيا
بموضوع السمعة، لأنه كل سوق له ترتيبه، فعم يضعف حاله شخصيا، اثنين عم يضعف معرفته بهذا السوق بهالمعلومات. بس مهاراته البيعية عم تكون قوية، تمام؟ هلا بالنسبة له برجع بقول هذا الموضوع شخصي، هذا الموضوع شخصي. فأنت إذا بتعرف حالك عم عارف، برجع بقول في عندك رؤية، فأنا عم بتنقل بين كذا شغلة، بس هن أنا عم بتنقل فيهم حسب خطة ورؤية أنا حاططها، فصح التنقل وبرابو التنقل ولا ترد على حدا. أنا عم بتنقل لأتنقل، يعني أنا اشتغلت مع هدول اليوم، أعطوني اليوم 1,000,000 ليرة، بعد بكرة حاكوني جماعة تانين تأخذ معنا 1,200,000، تركتهم بعد جمعة رحت لأنا الفلانية. طول بالك غلط، هذا الانتقال كارثي، هذا الانتقال كارثي. ودائما دائما كثير خافوا من الموضوع، امتى لا تروح للقرنه الفلانيه؟ مشان الله لما بتروح لعند حدا بيكون عم يبيعك الوظيفه، تروك يجمل، تروك وتعال عنا، نحن احسن شركه، احسن بيئه، احسن راتب. احذر من اللي بيبيعك الوظيفه، احذر من اللي عم يبيعك شركته، نحن احسن حدا، نحن احسن كذا. وخاصه بيكونوا موظفين القدماء، نعم. لانه الاتش ار غالبا بيكون موظف، فبيكون سمعان فبيضحك انه نحن عندنا التكييف ما بيقطع، بيطلع الاتش ار انه استاذ نحن ما عندنا مكيف بالغرفه، نحن ما عندنا، عرفت شلون؟ فيعني احيانا في مين عم يبيعك الوظيفه، هون احذار كثير. واحد، اثنين، احذار من اللي بيسوق لك كل الناس، اللي بيقول لك نحن مو مثل نحن غير البقيانين، نحن اللي السوق كله هيك، نحن كذا. متى ما واحد شايف حاله هو اللي فوق احذر منه بشده. هذا مؤشرات تبع لا تفوت، تبع نصيحه لا تقرب، رد نصيحة هروب. أول شغلة دير بالك من اللي عم يبيعك الوظيفة، اثنين اللي عم يحكي على الكل، ثلاثة اللي بيقول لك إنه أنت تعال ساويك، تعال أعمل لك، تعال أنت أنت عندك مهارات ومواهب وواوا، تعال وجيتي لعندي لحساب. طبعا هذا بيشبه بيع الوظيفة، بس هون عم يحكي بيع شخصي. هون احذر، أنا لا طول بالك، الوظيفة أو العمل أو المشروع الشخصي قائم على شراكة. أكيد. أنا عندي مهارات ومواهب، نعم. أنت عندك احتياج لها، عم نشتغل لنخدم هذا الموضوع مع بعض. أكيد. يعني معلومات مهمة، شكرا لك أستاذ سليم. شكرا لكم، مثل تحياتي. وأكيد رح يكون لنا لقاءات تانية وتفاصيل تانية. إن شاء الله. لك. شكرا أستاذ سليم لحضورك اليوم، ونتمنى اليوم هيك كل حدا من الشباب والصبايا ياخذ الفرصة اللي بتعبر عن شغفه مهاراته، وتكون ماديا منيحة، والتقدير المهني جدا مهم بالحياة المهنية. يا رب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا سلمى. نحن قبل ما نروح لنستقبل تاني ضيوفنا لليوم، خلينا نروح لحلب، بعرفك بتحبي حلب، خلينا نشوف اليوم شو آخر الأنشطة ضمن حلب بجولة من الأنشطة اللي عم تشهدها المحافظات، ومنها حلب شهد مدرج كلية الهندسة الميكانيكية حفل ختام برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب وطالبات كلية الهندسة بجامعات حلب. حنكون بتفاصيل أكثر وزميلنا وليد هنايا. شهد مدرج كلية الهندسة الميكانيكية حفل ختام برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب وطالبات كليات الهندسة بجامعة حلب، الذي نفذته غرفة الصناعة وجامعة حلب. طبعا جامعة حلب تسعى دائما لتطوير العمل بها، وتسعى دائما لرفع السوية العلمية للطلاب، ويحدث ذلك من خلال ربط الجامعة بالمجتمع ونقل التجربة العملية للطالب من خلال نقله إلى مصانع حلب المميزة بجودتها وتنوعها، وبالتالي يكسب هذا الطالب إضافة إلى ما أخذه في الجامعة من خلال البعد النظري. تدريب 800 طالب من 6 كليات، هذا البرنامج اللي بديناه بال 2017 بالتعاون مع جامعة حلب. التدريب العملي بالمصانع، يعني مصانع طوعت بتدريبهم، وبنتمنى نحن يعني ناخده لعدد أجدد وعدد أكبر ومستوى أكبر من مجرد أنه تدريب بالمصانع. واستفاد من برنامج التدريب نحو 1400 طالبا وطالبة، منهم 800 طالبا وطالبة من كليات الهندسة، و600 طالبا وطالبة من المعاهد التقنية. هلا هو رحنا تعلمنا طريقة العمل، طريقة عمل آلات،
يعني كافة الأمور الميكانيكية، كافة الأمور العملية في مجال العمل. الله، واحدة من الشغلات اللي احنا استفدناها انه نحن حسنا نشوف الشغلات اللي احنا عم ندرسها بشكل مباشر او غير مباشر على ارض الواقع عن طريق عدد من الجولات المعينة. اكيد يعني انك تنزل على ارض الواقع وتشوف الشيء اللي صار لك فترة، انه صار لك سنين عم بتتابعوا نظري تشوفه عم يتنفس على ارض الواقع، فهي شغلة كتير منيحة يعني، وكانت خطوة كتير حلوة انه بعد سنوات يرجعوا يعيدوا هي التجربة. هو اكيد في له تأثير ايجابي، يعني مجرد ما يخلق الحماس جوات الواحد لحاله واحد بتشجع انه يصير يشتغل على حاله، ويصير انه يبحث اكثر. مثلا اذا اليوم نزلنا على ارض الساحه وبحثنا مثلا اخذنا شيء عن منشآت معدنيه وكذا. خطوه تهدف لاطلاع الطلاب على سوق العمل قبل تخرجهم وتنميه روح المبادره الفرديه. وليد هناي، الاخباريه السوريه، حلب. رح نروح لتاني محطاتنا رشا لليوم. كتير أوقات وخصوصا بهذا الجو اللي نحن فيه الخريف بنبلش مشاكل تساقط الشعر. كتير ناس بيعزوا هذا الموضوع لموسم، بيقولوا لك هلأ موسم الباذنجان مثل ما بنسمع متهوم يا حرام وهو بريء، ولكن بشكل عام فصل الخريف هو له تأثير كبير على البشرة وعلى الشعر وعلى كل الجسم. الجفاف، زيادة الجفاف بالجسم، هذا كله بيأثر، ولكن أكيد وراء هذا الشيء في سبب علمي. أكيد يا سلمى، اليوم مو بس تغير الفصول هو عم يكون أحد أسباب، إن كان مثل ما قلنا جفاف البشرة أو تساقط الشعر. اليوم أكيد خلينا نقول الاستخدامات الخاطئة للمواد الكيميائية. قد ايه نحن كل نهار نتعرض لسشوار للحرارة للشعر، الصبغات، هدول القصص كلهم بيساهموا بتساقط الشعر، بالإضافة أحيانا الأمراض، أحيانا نقص الفيتامينات بالجسم وغيرهم من الأسباب عم يكونوا هنن سبب هي المشكلة. اليوم رح نروح مع الكيميائية براءة حداد لنتعرف أكثر عن طرق العناية بالشعر وأهم الأسباب اللي بتأدي بهذا الفصل لتساقط الشعر. يسعد صباحك ست براءة. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. هلا، صباح الخير. خلينا نبلش من فصل الخريف، صاحب التهمة الأكبر أنه هو سبب تساقط بريق الشعر. هل علميا فعلا الجسم ومنه طبعا الشعر بيتأثر بفصل الخريف؟ طبعا. هلا الشعر يعتبر أضعف عضو بالإنسان، أو خلينا نقول أضعف مادة بالإنسان، كونه هو اللي يعني كجزر بيطلع من الفروة، ونحن عم نعرض الأجزاء الخارجية لتبدلات الطقس اليومية. الفكرة وين؟ إنه هو مو لأنه خريف، هو لأنه تبدل الطقس بشكل عام. يعني مثلا أنا بتأثر بالخريف، غيري مثلا بتأثر بالربيع أكثر، فبيصير عنده تساقط. الفكرة الأهم من هاد إنه نحن مع تبدلات الفصول أولا بتغير النفسية. هاي النقطة يمكن كتير من الناس ما بتنتبه لها. يعني في ناس أول شيء بيقلك أنا أول ما بيجي الخريف بكتئب، معناته أنا تعرضت لقلق، كآبة، ستريس، الضغط. هذا هو العامل الرئيسي الأهم قبل ما أقول إنه أنا صار عندي خريف. أوكي، الخريف صار في تبدلات بالشمس، نقصت درجة الحرارة، خف النشاط تبعنا، رجعنا للالتزام بأعمالنا مع المدارس وغيرها. النقطة الثانية، عدا عن الستريس، خليني أحكي على موضوع كتير مهم سواء للشعر أو للبشرة. الناس بطبيعتها بصراحة كتير بتردد يلي بيحكوا مع بعض، شائعات تماماً يعني. تماماً. طيب أنا اليوم قبل ما أبحث على بس هيك آثار المشكلة بدي أبحث بالجزر. شو هو الجزر؟ لما بدي أعالج شعر أو أحكي على مشكلة بالشعر بدي أحكي من جوا لبرا. من جوا لبرا كيف يعني؟ أنا إذا بدي بلش بأول شغلة بدي انتبه لها، يا ترى عندي مشكلة بالمعدة والأمعاء؟ هي أول نقطة. كتير من السيدات بشوفهم أنا بيقولوا لي أنا شعري ما بيطول مع أني باكل وفيتامين وقصص، لما ببلشوا يحكوا لي على روتينهم اليومي والقصص اللي موجودة عندهم فبيبين أنه في مشكلة معدة أو أمعاء أو الكولون العصبي. إذا عندك مشكلة معدة وأمعاء فعندي مشكلة بحمض المعدة مثلا. هذا شو هو حمض المعدة؟ اللي هو حمض كلور الماء، ما عم يهضم الأكل والبروتين والفيتامينات. في ناس عندها مشكلة مرارة وما بتعرف. إذا أنت عندك مشكلة مرارة مثلا ما بتهضمي الفيتامينات اللي بتاخديها وخاصة الأوميجا 3 بالإضافة للبروتينات اللي نحنا بناخدها.
في نقطة ثالثة كمان، إذا أنا عندي مشاكل بالكلية كمان هي بدها تأثر على الشعر، إذا في عندي مشاكل بالكبد، مريض السكر بتلاقي عنده مشكلة شعر، فأنا هي الأسباب كلها بتخلي أنا عندي مشاكل بالشعر والبشرة مترافقين سوية. فهي القصة ما بقى إلى دخل بتبدلات فصول، إلى دخل أنه أنا لما اللي إجا الفصل الجديد كيف تعاملت أنا معه. شوفي أكبر نسبة بالعالم يعني بآخر الدراسات أنه الناس بتكون مكتئبة بفصل الشتاء، في ناس ما فيها تشوف لا المطر ولا التلج تماماً. حلو كتير، بس أنا اليوم أنا اللي بدي أتأقلم مع الطبيعة مو العكس. من يوم يومه منذ فجر البشرية الإنسان بيتأقلم مع الطبيعة، طبيعة ما بتجي على كيفنا نحن، خاصة بالمفاجآت اللي عم تطلع لنا بتغير المناخ وغيره. فالمفروض أنا عدل من سلوكي مع تغير الفصول، أني أعرف كيف أتأقلم مع الفصل الجديد بكل تفاصيله وشو بيخبي لنا. أنا بحس بالشتي بفوت بسبات شتوي، بحب نام في بالصيف يعني. بالمقابل في ناس بتستنى نقطة المطر لتنزل على حسب الأرض، حسب طبيعة الإنسان تماماً، حسب هو ارتباطه يعني. أنا بقول القصة جداً نفسية، كيف طبعاً الإنسان بيقدر يتأقلم. حكينا عن أهم وأبرز الأسباب اليوم اللي بتأدي لحدوث هاي المشكلة يعني، ولكن بالإضافة للشيء اللي حكيتي حضرتك ست براءة، في سلوكيات خاطئة من الشخص نفسه يعني بيساهم بهاي المشكلة أو بيعقدها أكثر. خلينا نحكي عن أهم السلوكيات اللي ممكن أنا أعملها بدون ما أنتبه أو أعرف حتى أن هاي غلط يعني. حرجع بلش من نفس النقطة، أنه أنا شو باكل. أولاً إذا كان غذائك غير صحي غير متوازن فأنت عندك مشكلة شعر. حعطي بس مثال بسيط، تناول الأغذية الدهنية اللي فيها زيت نباتي أو سمن نباتي، هي أول نقطة. الوجبات السريعة هي كلياتها زيوت نباتية، هي أحد المشاكل. إذا بدي يجي لنحن الصبايا قديش منركض وراء الترند العالمي، أولاً بصبغات الشعر، معظم الصبغات اليوم عم تستدعي انه الصبيه تسحب لون الشعر، فانا عملت تلف لحيويه الشعر. في ناس نتيجه سحب خاطئ للون بتلاقي مثلا بلش يتكسر عندهم الشعر، هذا بيحتاج اقل ما يمكن سنتين لترجع يترممي، لان احنا بنعرف نمو الشعر يعتبر بطيء. تمام. النقطه الثالثه، كل صبية إذا بس بتعد مستحضرات التجميل المخصصة للشعر عندها بالبيت، صدقاً كل صبية عندها لا يقل عن 10 مستحضرات تجميل الشعر، من الشامبو للبلسم لحمام الزيت لمادة فيها كرياتين، مادة فيها بروتين، مواد للسبري. هذا السبري كم نوع صار عنا بالسوق وكلياته الصبايا عم تشتري كرمال تهتم بالشعر. الصبغات الكتيرة اللي مليئة بالأمونيا، ما في نوع صبغة حالياً إلا وفيه أمونيا، إلا إذا بدي توجه للنوع الطبيعي. وحالياً صار في عندي صبغات يعني هي يكتب عليها مخصصة للحوامل إنه بتكون فري أمونيا. الأمونيا من المواد القلوية يلي بتسبب إنه عدا عن إنه ممكن تقصف الشعر تسبب حكة، في ناس كتير بتتحسس منه، وبصراحة أنا منهم بحاول قدر الإمكان إني بعد عنها، استعين بصبغات إنه تكون فري أمونيا. النقطة الثالثة، استخدام الكتير للسشوار والليس والمكوى، حرارة. تماماً، الحرارة العالية جداً والاستخدام اليومي. في نقطة كتير مهمة نحن ما بننتبه لها بصراحة، كل الصبايا وكل السيدات سواء كانت محجبة أو غير محجبة في عندها مشكلة بالصيف إنه هي بتحمم شعرها مرتين باليوم. في ناس الصبح قبل ما تطلع من البيت والمساء أول ما ترجع على البيت. الاستحمام الكتير هاد، الزيوت اللي بتفرزها أنا الفروة عندي شو بتعمل؟ أنا هذا الزيت قضيت عليه تماماً، قضيت عليه، هو بيطلع لكن أكيد مو بـ 12 ساعة بيطلع عندي الكمية اللي بدي إياها. استحمام الشعر يا جماعة بده بس مرتين بالأسبوع، ماكسيموم ثلاثة. هذا إذا أنت فعلاً حابة تستفيدي من الزيوت اللي بتفرزها فروة الرأس. ما رح نحكي الإجرام الحقيقي اللي عم بيكون بالمسابح، كل صبية بدها تروح تماماً. طبعاً المسابح العامة يلي هي للنوادي بدك تلتزمي بطاقية وغيرها، لكن إذا مثلاً صبية عندها بالبيت مسبح، بتعرفوا كتير من الفلل تمتلك المسابح، هون ممكن صبية بتقلك بنزل أنا ما عندي مشكلة ويتعرض شعري للمي. مية المسبح فيها كمية عالية جداً من الكلور، الكلور هو يلي بيأثر على الشعر، هو يلي بيسبب الهيشان والتقصف خاصة الشعر المصبوغ.
لاحظي السيدات اللي بيكون عندها شعر طبيعي هي بتكون اقل ضرر، حتى بتغير لون تماما 100%، لانه هو اصلا الكلور بنسميه نحن من القصارى، انه هو اللي بغير الالوان، سواء كنت انا حاططته على ملابس او انا مثلا اجى على ثيابي بالغلط او مثلا اجى على الشعر. نعم. طيب استاذه براء، خلينا نحكي شوي عن بعض النصائح اللي انت بتشوفيها للسيدات واللي هي ممكن تكون بالبيت، ان كان الزيوت الطبيعيه او روتين بسيط ممكن يستخدموه بعيدا عن المواد والماركات التجاريه تماماً. اللي هي مروجه اكثر من ما انه هي فعلا ممكن تعطي الفائده، خصوصا هلا بنسمع زيوت واسماء كثيره بس صحيح. ما بنعرف اذا فعلا هي الماده هي صحيحه او لا. كلامك سليم 100%. قبل ما تبلش اي صبيه انها تعمل اي شيء، انا بس بقترح عليهم انه يكونوا متاكدين انه المعده صح، ما عندي مشاكل كبد، ما عندي مشاكل غدد درقيه. الغده الدرقيه نحن بنعرف كميه الهرمونات اللي بتفرزها، هي مسؤوله عن تنظيم هرمونات الجسم. نعم. تمام. بالمناسبه في شغله بدي احكي لك اياها، كل السيدات بتقلك لما كنت حامل كان شعري كتير حلو، لاحظوا صح. ليه؟ لأنه الحامل تزيد الهرمونات 100% الذكورة عندها كمان وتخضع لإجراء طبي، يعني هي بتضل عند حكيم ممكن كل أسبوعين أو للشهر، بتتابع حركة الجنين والدكتور بتابع لها نظامها الغذائي فيتامينات تماماً، فهي ما بتتردد عن أي نوع من الفيتامينات، حتى بيصير بيقلها بعدي عن هالأكلة وبعدي عن هذا الاستخدام الخاطئ، فهي مشان تحمي الجنين، هي ما بتعرف انه عم تحمي حالها وعم تحمي الجنين. دائما هيك بمرحله الحمل بتلاقي حال الصبيه المستحضرات الكيميائيه بتخف بنسبه 100% 100% يعني. تماما كلامك سليم. فانا اللي بدي احكيه انه كبداية، اذا انا جسمي من الداخل صحيح، ما عندي اي مشاكل، ما عندي مشاكل دم، والاهم الامعاء، لانه هي البيت اللي بخليك تهضمي، ومنه بيصير انه انا بستفيد من كل الفيتامينات اللي عم باخذها من جسمي. ننتقل للمرحله الثانيه. إذا المرحلة الأولى أنجزتها بسلام، فالمرحلة الثانية أنا شلون بدي أهتم؟ حافظ على مواعيد قص الشعر، ممكن في ناس بتقص 3 مرات بالسنة، فهذا الشيء كتير ممتاز أني أنا أتخلص من الأطراف اللي متقصفة. يكفي 3 مرات بالسنة؟ حسب كل صبية شو هي بحاجة. حسب إذا بتستخدم سشوارات كتير أو لا، مثلا مثلنا نحن لازم كل شهر يوم. كل شهر يعني اقل شيء، يعني نوعا ما كل شهرين. ايه، لانه حتى حضراتكم كوجوه اعلاميه اكيد في عندكم كثير طرق للاهتمام. هلا في نقطه ثانيه، اذا بدي اجي انا للزيوت، كل الزيوت مفيده للشعر، خاصه على راسها زيت الزيتون اللي هو نحن الحمد لله انه متوفر عندي ببلدي. النقطه الثانيه، في كثير ناس انه موجوده بالساحل السوري بيكون موجود عندها بالبيت وهن اللي بيعصروا ببيتهم على البارد، فهي نقطه كثير مهمه عندي. إذا بروح أنا شوي بالمنطقة الوسطى، لحد الآن في ناس بمصياف وبحمص وبريف حما بيعملوا عندهم زيت الغار، حتى ريحته بتاخذ العقل، إن كان زيت الغار ولا زيت الزيتون، هدول موجودين نحن ببلدنا، ليش ما بنستغلهم؟ بالإضافة في ناس لهلأ كمان بتعمل زيت الياسمين، هي الزيوت اللي أنا ببلدي بتغنى فيها كلها بتفيد الشعر. نقطة تانية، بدي انتبه ما حط زيت الزيتون على شعر مصبوغ مثلا بالأشقر مشان ما يخضر. تمام. في إذا بدي إجي لزيت كتير 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 مهم، حتى في ناس إنه إذا كان هو فعلا أصلي مو منضف له كتير مواد كيميائية وخاصة المذيبات القطبية، زيت جوز الهند. زيت جوز الهند فوائده لا تعد ولا تحصى للشعر. إذا بدك كمان حتى فيني رطب فيه البشرة، بس طبعا بكميات كتير قليلة لحتى تمتصه البشرة، لكن يطبق على بشرة نظيفة تماما. زيت جوز الهند أنا إذا بطبقه على الشعر مرة بالأسبوع، ما بياخد كتير من وقتنا وما بياخد كتير من الوقت، بس بدي خليه مثلا 3-4 ساعات، ودائما بدي أحرص على تدليك فروة الرأس واني سرح من الجذور الى اخر الشعر، بخليه تقريبا 3-4 ساعات، بعدين بغسله رح نلاحظ فرق النتائج. يعني ان شاء الله من اول شهر، يعني اذا بدي اقول بين الشهر ل3 شهور بنلاحظ النتيجه بتفرق عنه. اكيد اليوم هدول المعلومات بهموا كل حدا، شباب وصبايا اليوم بيعانوا من هي المشكله. بدنا نتشكر حضورك لليوم، وهيك صباحك جمال وحلو على طول. شكرا. شكرا لك. شكرا لك استاذه براء وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا. اما هلا رشا رح نروح لحمص تحديدا واستمرار المرحله الثالثه من الحمله الوطنيه الشامله للقاح، وطبعا رح نروح لتل كلخ وتفاصيل بتقرير مراسلتنا شيرين العلي. لقحوا أطفالكم الآن ليبقوا بأمان.
بهدف تقييم الحالة التلقيحية للأطفال دون سن 5 سنوات ودراسة الحالة الصحية لجميع الأطفال الوافدين من لبنان الشقيق، يواصل العاملون في مديرية صحة حمص تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة اللقاح الوطنية الشاملة، حيث شملت الحملة المنطقة الصحية بتلكلخ عبر عدد من المراكز الصحية بقرى عناز والمزينة بريف حمص الغربي. نحن هاي الحملة الوطنية الشاملة الثالثة تبدأ من 13/10 لتاريخ 17/10 بهذا الشهر. الحملة بتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم لعمر 5 سنوات. نحن كل طفل بيجي لهون هو هدف الحملة استكمال اللقاحات للأطفال. بيجي لهون بيجي من الأحصائية للطفل، دراسة الحالة التلقيحية للطفل، بيشوف الطفل إذا بيستحق لقاح بيعطوه إياه، ما مستحق بيعطوه فيتامين حسب الفئة العمرية لكل طفل. هاي الحملة بتهدف لدراسة الحالة التلقيحية لعمر 5 سنين، متابعة متسربين لعمر 12 سنة، إعطاء فيتامين ألف للخمس سنين. زاد عليها شغلة هو هلأ متابعة الحالة التلقيحية للوافدين. الحقيقة نحن عندنا فريق تاني هو على معبر الدبوسية بدرس الحالة التلقيحية بيعطي اللقاح اللازم، بس نحن هون متابعين لأي عيلة عم تجي على أي ضيعة، إن كان من قبل الفريق الجوال وإن كان من قبل المراكز. هلأ الحقيقة العالم شوي ما عم تقدر تجي على المركز، خصصنا فرق لتروح على البيوت تعطي اللقاحات المناسبة للوافدين. الأهالي أشاروا إلى أهمية اللقاحات الدورية لأطفالهم والتي ترعاها وزارة الصحة، والتي من شأنها حماية وتعزيز مناعة الأطفال ضد الأمراض. كتير حلوة ورائعة، عطول الكادر الصحي هون بيخبرنا أنه في لقاحات بالمستوصف، نحن كتير منتشكره، منتشكر الكادر، منتشكر الدولة لأنه عم تأمننا اللقاحات بهالظروف الصعبة. جايين نلقح أطفالنا لأنه اللقاح مجاني، وسمعنا أنه في حملة، منيح أنه الدولة قادرة أنه توفر اللقاح بهالظروف الحالية اللي عم نعيشها نحن كلاتنا. والله جاي لقح بنتي، دقت لي الدكتورة وقالت لي أنه في لقاح، فجبتها وجيت لحتى لقح بنتي هون، ومنيح انه في عم يحسنوا يأمنوا هاللقاحات. نحن جايين نلقح ابننا عمره هلا بده يكفي 5 سنين، استكمل لقاحاته الاصليه، هلا بده ياخذ فيتامين. شكرا كثير لدولتنا عم تكفي لقاحات الاطفال الصحيه الامنه، عم تعطيهم باوقاتهم المناسبه. حمله اللقاح الوطنيه الشامله تهدف لمتابعه الاطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني، والتي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من المركز الصحي في بلدة المزينة بريف حمص الغربي. حنروح ضمن الفقرة الأخيرة بصباحنا لليوم لنحكي عن الجانب الإنساني، ودائما نحن بنعرف وعلمتنا الحياة أنه بالأزمات والظروف الصعبة اللي بنمرق فيها بحياتنا بيبين معادن الإنسان. وللأمانة ضمن السنوات السابقة، إن كان ببداية الحرب على سوريا، إن كان بأزمة كورونا، إن كان بكارثة الزلزال، شفنا شباب سوري بجنن آمن بأنه لازم يكون موجود على الأرض، ولمسنا وجود جمعيات أهلية صارت هي جزء من مجتمعاتنا. يا سلمى. صحيح رشا، اليوم رح نحكي عن فريق وشباب كنا وسنبقى يلي دخلوا بمجال طبعا العمل المجتمعي مع جمعية مجال ضمن خدمة مجتمعية عم بيقدموها لأهلنا القادمين من لبنان، أنشطة متعددة من الدعم المعنوي وأيضا الدعم المادي وغيرها من الأنشطة، وأيضا بمجال الأطفال. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع ضيوفنا لليوم. خلينا نرحب سوا بمازن غزال، وهو عضو مجلس إدارة جمعية مجال ومنسق ملف الحماية بالجمعية، وماريا الصفدي متطوعة ضمن الجمعية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا أستاذ مازن. أهلين مريم، يعطيكم ألف عافية بداية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. تعودنا ضمن السنوات الماضية على وجودكم على الأرض كل الجمعيات. خلينا نبلش مع حضرتك أستاذ مازن، نحكي عن المجالات اللي عم تشتغلوا عليها ضمن جمعيات مجال. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. بخصوص جمعية مجال، هلا جمعية مجال هي نتاج عمل فريق كنا وسنبقى التطوعي. يعني نحن كفريق تطوعي تأسس بال 2012 مع بداية الحرب بسوريا، كان عم يشتغل بمجالات الاستجابة. يعني هو بدأ بالاستجابة، وبعدين بعد عدة مبادرات وعدة مشاريع تنفذت، تبين انه نحن بدنا نقطر الموضوع شوي باتجاه قانوني اكثر. فكان نفس الشباب، نحن رخصنا الجمعية
وعملنا عقد احتضان بين جمعية مجال وفريق كنا وسنبقى التطوعي. كبرامج عمل للجمعية اليوم نحن عم نشتغل على أكثر من برامج، واحد منهم برامج الطفل، اثنين دعم المرأة، ثلاثة دمج ذوي الاحتياجات، وأربعة اللي هو سبل العيش وبيتضمن المساعدات الغذائية ودورات تدريب مهني إلى علاقة ب خليني أقول لك اعتماد المجتمع المحلي شوي على حاله أكثر من إنه يضل نحن عم ننطر سلات غذائية أو هاي الأمور. هيك برامج أساسية عم نشتغل عليها بالجمعية. طيب خلينا ننتقل لماريا. ماريا أنت من المتطوعين ضمن الجمعية، خلينا نتعرف أكثر اليوم خلال هاي الاستجابة الأخيرة اللي بلشتوا فيها بكنا وسنبقى لأهالينا القادمين من لبنان، شو نوعية الاستجابة وبشو شاركتي مؤخرا؟ تمام. هلا نحن بالاستجابة كنا عم نقدم الراحة، عم نحاول نحن أول شيء بكتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، كان في كذا جمعية هناك على الحدود، فكنا كل شيء بالتنظيم معهم، وكان كل حدا كل جمعية مستلمة شيء، كان في قسم طبي، كان في قسم نفسي، كان في قسم للأمور والقوانين لتنظيم الأمور والقوانين للوافدين وكل شيء. نحن كان أكثر شيء عم نشتغل على القسم النفسي، نحن كنا كمان عم نوزع مثلا أغذية، أكلات للأولاد، ساندويش، وزعنا ساندويش، ومثلا عملنا نشاطات ترفيهية للأولاد، من رسم للوش للتفريغ، خليناهم يفرغوا طاقتهم وكذا. عم نشوف بعض الأنشطة اللي اشتغلتوا عليها ضمن حملة الاحتضان، خلونا نحكي أكثر عن هذا المواقف أو عن هذا الوقت الصعب نحن مرقنا فيه، يعني عشنا وعشنا ظروفه، فنحن قادرين نشعر بشو كانوا عم يحسوا. خلونا نحكي أكثر من حضرتك يعني كيف كانوا مثل كيف مثل ما تفضلتي حضرتك. اليوم نحن بنعرف شو يعني هذا الحديث، بنعرف شو يعني يطلع حدا من بيته، بنعرف شو يعني بعد أكثر من استجابة كنا فيها، حتى باستجابة الزلزال الأخيرة يعني بعده الألم اللي شفناه موجود، فيعني بنعرف منيح شو يعني طفل إنه طالع من بيته أو طفل فايت على مكان جديد. حبينا إنه إحنا نكون بهذا الجانب، لأنه اليوم وقت بيصير في استجابة وخاصة بسموها استجابة سريعة، يعني نحن اليوم الصبح خبرنا من المديرية إنه في أشخاص عم يفوتوا من على الحدود بلبنان، فنحن لازم نطلع نعمل شيء. دائما هذا الشغل يعني بيكون ذو حدين، يعني نحن بدنا نكون منتبهين كثير لمشاعر الناس اللي عم تفوت. انتوا جاي طالعين تعملوا واجبكم، انتوا اليوم مو طالعين لحتى انه بمعنى انه تصدروا لهم شعور غير صحي 100%. فبيكون في كثير حذر انه نحن لا فايتين على مكان، هلا نحن جايين على جديد، يعني جاي على مكان جديد ممكن يخطر بباله اي شيء، صح، ممكن يكون مزعوج من شغله نحن ما فينا نعرفها. يعني هذا بيسموه بالبداية نحن دخلنا عملنا إسعاف نفسي أولي، هو طالع الظروف حرب يعني، فإنه بدنا نشوف شو الخدمة الأسرع اللي هو بحاجتها، ممكن تكون طبية، ممكن تكون غذاء. أول شيء كنا عم نحاول نوصلهم باللي عم يأدي هاي الخدمة، يعني سواء الهلال الأحمر العربي السوري مشكورين، سواء أكثر من جمعية كانت عم تشتغل بالمجال الطبي. نحن كنا شوي مايلين كتير باتجاه تشايلد بروتكشن، باتجاه حماية الطفل، هدول الاطفال اللي هن اهلهم فايتين بعدهم مو عارفين شلون بدهم يعملوا، شلون بيساووا وراءهم، شلون. فكنا عم نحط مساحه خليني اقول امنه للاطفال، شويه تفريغ نفسي بالرسومات، شويه انشطه ترفيهيه، كان حسب الوضع يعني عم نشتغل. أكيد. كنا عم نحاول، ويمكن في صعوبه كثير كبيره بهذا الوقت، وماريا يمكن تشاركينا شوي من خلال تجربتك على ارض الواقع. طبعا. يعني في ناس فقدت الامان، فقدت الاستقرار النفسي، لقت حالها فجاه ببلد ثاني وبنفس الوقت بلا ولا شيء مثل ما بيقولوا، لا بيت لا مكان. ما نحن هي كانت شغلتنا، انه نحن نحاول نخفف انه نخفف الصدمه شوي عليهم، نحن جايين من مكان لمكان كانوا تحت قصف، فنحن هنا اول ما يفوتوا على الحدود نحن عم نستقبل انه مو ما يلاقوا حدا، فنحن كنا انه عم نستقبلهم لو مثلا باكله، لو بشغله، لو للاولاد ببسمه، برسمه على الوجه، عم نحاول نخليهم يفرغوا طاقتهم، نحسسهم شوي بالامان او نحسسهم بالراحه انه هن موجودين ضمن محيط رغبانهم، انه عم نحاول نامن لهم اي شيء بالدنيا، ما عم نخليهم انه يحتاجوا شيء، عم نخلي الاولاد مثلا ينبسطوا ويلعبوا. اول شيء نازلين من الباصات كلهم خايفين، عجقه وعالم فوق بعضه وهيك، فلما عم نجي نحن مثلا او اي جمعيه ثانيه، لما عم تجي تعطي انه تقولي له كلمه حلوه للولد، تعطيه شغله كذا، فهو عم يرتاح، تجي تاخذي له لو رسمه، عملنا لهم رقصات، عملنا لهم نشاطات، لعبناهم، غنوا وكذا، فهن عم يرتاحوا نفسيا، يعني انه عم يطلعوا بغير مود اللي فاتوا فيه. تمام. يبلشوا هيك يكسروا هذا، يكسروا الحاجز الخوف. وكمان يعني كنا نحن اهلهم مثلا عم يساووا وراءهم ومطلع، يعني وحده حامله ولد هون وولد هون عم تجر، فلما نحن عم ناخذ الاولاد لبين ما يخصوا اهل انه وراءهم وهيك، فكمان عم نريح الاهل شوي. طيب خلينا نرجع لعندك شوي مازن، نحكي اليوم
حضرتكم اكيد عندكم برامج اخرى ضمن طبعاً. الجمعيه وعندكم توجه اليوم لصعوبات التعلم وكان في تجربه جدا جميله بهذا المجال، نحكي عنها بشكل اوسع. يعني هلا نحن اذا بدنا نرجع لبرامج الطفل، هن في برنامجين اساسيين دائما مستمرين عندنا بالجمعيه، واحد منهم اللي هو صعوبات التعلم اللي عم تفضلي عنه حضرتك. صعوبات التعلم بيعتمد اليوم على اكثر من جانب، واحد منهم اللي هو استقطاب الخريجين خليني لك بكليه التربيه، تدريبهم، تاهيلهم، تامين فرص عمل لهم، بالمقابل تاهيل الاساتذه اللي عم يشتغلوا بالمدارس، انه انا اليوم اعرف شو يعني صعوبه التعلم. هلا صعوبه التعلم هي ما تصنف كاعاقه بس تصنف كحاجه، يعني هو قد يحتاج شيء اكثر من الاطفال اللي حده شوي. فاشتغلنا على جلسات بعد المدرسة تكون عم تساعد هذا الطفل لحتى يتجاوز هاي الصعوبة. حاليا عندنا 250 طفل بهذا المشروع، تخرج منهم السنة الماضية 50 منتهيين من الصعوبة بشكل كامل. عم نشتغل هلأ على صفوف دمج لهدول الأطفال، يعني واجهتنا مشكلة كمان بعد ما خلصت الصعوبة، أنه أنا كيف بدي لحق أقراني بالصف، يعني هن سابقينه بيكونوا بشيء معين، سابقينه بالقراءة، سابقينه فبيكون في شوية حرج خليني أقول، هو حتى ولو هو خالص الصعوبة. فعم نشتغل حاليا على صفوف دمج، يكون هو عم يحاول ندمجه بين الأقران تبعه قبل ما حتى يرجع على المدرسة أو قبل ما. المشروع الثاني اللي هو أنا أتعلم، أنا أتعلم بشكل خاص بيعتمد على تنمية المواهب، أو خليني أقول لك اكتشاف المواهب وتنميتها. يعني نحن عم نشتغل على شيء ثابت اللي هو مثلا اللغة الإنجليزية، دعم باللغة العربية، دعم بالمواد الأساسية، بالإضافة لإلهم في عنا برامج كاملة عن المواهب، موسيقى، كورال، رسم، فنون يدوية. منشوف الطفل وين هو توجهه، يعني خلينا نتفق اليوم إنه بالريف للأسف صعب هي القصص تكون موجودة أحياناً، أو حدا يكون عم يدور إنه هو يعزف جيتار أو عم يدور إنه هو يتعلم موسيقى. صحيح. فإنه نحن عم نكون هيك عم نعرفهم شوي للأطفال، فعم يحب هون ببلش معك التوجه تبعه وبنحاول ندعمه ليكمل فيه. قبل ما نختم ماريا، هيك خليني أخذ منك شيء عن هذا المجال اللي بلشتي فيه، مجال التطوع. قديش مثل ما بيقولوا بياخذ من الشخص بنفس الوقت بيعطي. هلا اول شيء هو عطاني اكثر مما اخذ مني، يعني انا لما اكون حدا كبير او ولد صغير لما انا اشوفه مبسوط بسببي انا مثلا، انه انا اكون لو عامله شيء بسيط، بس انه لما اكسب دعوه او لما اخذ اي شيء، يعني هذا الشيء كثير بيعطي شعور حلو وراحه. ثاني شيء التطوع كثير غير لي نظري بشيء كثير مهم بالحياه، انه مثلا انه صار عندي قناعه اكثر. يعني انا كنت مثلا شغلات كثير انه حس انه كثير صعبه ومدري شو هيك، لما اشوف مشاكل العالم وهموم العالم وكذا صار عندي قناعه الحمد لله، انه يعني كل شيء صار يهون علي، صرت افكر بطريقه غير لما تشوفي انت تخاطي عالم فوتي تشتغلي تعملي، فانت بتصيري نظرتك للحياه بتتغير، بتشوفي قديش كان تفكيرك قبل مثلا سطحي، هلا تغير تفكيرك انه يعني كثير وعيد لما يعني انه تشوفي العالم في قصص اكبر بالحياه، قصص اكبر، هموم اكبر من انه اللي نحن فيها. اي فكثير حلو هذا الشيء، وكل يوم يعني كل مره بننزل على التطوع، كل مره انا الاشخاص يعني ببالي دائما انه ما بنساهم، كثير بتعلق اوقات باشخاص وهيك، بس انه دائما بكسب كل مره خبره جديده، يعني دائما كل مرة كل نزلة خبرة جديدة تكون. أكيد بالنهاية بدنا نقول لكم شكرا لكل شيء اشتغلتوا عليه، وخاصة ضمن الظروف الحالية. شكرا مازن، شكرا ماريا. من خلالكم اليوم بدنا نوجه تحية لكل أعضاء جمعية مجال، شكرا لحضوركم اليوم. شكرا لكم وموفقين. شكرا وإن شاء الله تكون هي من آخر الاستجابات، إن شاء الله يا رب ما يصير بقى في ظروف صعبة لا علينا ولا على طبعا أهلنا بلبنان. شكرا ان شاء الله يا رب. امين يا سلمى. اليوم واجبنا نحن كلياتنا، نحن ما في حدا مستثنى ما يمرق بهي الظروف، ونحن مرقنا ودقنا وعشنا ظروف التهجير والحرب. فاليوم يعني كل حدا فينا قادر يقدم شيء بهي الازمه اللي عم تمرق فيها جنوب لبنان، فاكيد ما راح يقصر. مشاهدينا لهون مشوارنا الصباحي خلص معكم، شكرا لك يا سلمى، واكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. بكره يوم جديد ان شاء الله يا رب يحمل معه كل شيء بتحبوه بحياتكم. من هلا لوقتها كونوا بالف خير، باي باي.
ضلي بخير يا رشا، واكيد لكل مشاهدينا. ومثل ما بنقول بالعاده اليوم الخميس نهايه الاسبوع، بتمنى لكم نهايه اسبوع كلياتها راحه واكيد متعه مع العائله. هذا الاسبوع حسب الارصاد الجويه رح نبلش الاسبوع الجاي بانخفاض بدرجات الحراره، ويبلش الخريف فعلا يبلش ونحس فيه. وبكره رح يكون معكم بيست اوف لاهم المحطات من صباحنا غير خلال اسبوع يوم السبت مع زميلات جداد وفريق اعداد جديد. ضلوا بألف خير، باي باي.